باش تكون ليجند لازم تخلي بصمة، باش تخلي بصمة لازم تولي مشهور، باش تولي مشهور لازم يكون عندك بزاف انترنت، باش يكون عندك بزاف انترنت لازم يكون عندك عرض اسطوري. العرض الاسطوري هو جيزي ليجند ب 2500 دينار، استفاد من 100 جيجا انترنت ومكالمات غير محدوده نحو جميع شبكات النقال والتابع في ذو. مع جيزي ليجند انت هو الاسطوره. كي تكوني صغيره كاع يحبوا يلعبوا معاك، بصح انتي حابه تلعبي غير بهاد الجوي، دوك تبدا المغامره. وقيلة رايحه بترفتك، فوالا لعبيها راقده، روحي حاجه ما تحبسك، راكي قريب تلحقي. ماشي وقتها زيا كاين كان بيبي، الحفاضات الوحيدة بتكنولوجية ليكلوك، توفر حواجز أمامية وخلفية مانعة للتسرب لتضمن حماية إضافية ضد التسربات. هكذا راحتك مضمونة وعائلتك مهنية. لكل طفل كان بيبي. اليونان صنعوا أحسن ياغورت في العالم، أكثر من مجرد ياغورت، قوام كريمي وناعم ما كانش كما هو. اكتشفوا أويكوس الجديد، الوصفة اليونانية لدانون بنعومته الفريدة من نوعها، على طبقة من الفواكه اللذيذة للحظة متعة تستبنها وتشاركها. أويكوس، أفضل وصفة لدانون في العالم. اكتشفوا الآن أويكوس الجديد بقطع اللوز، نعومة وحدها وبنة ما كاش كما هي. احنا لزالجيريا مصغرنا طموحين، بإرادتنا نبنو مستقبلنا، نطيحوا نوقفوا شاننا دايما وقفوا، هكذا كبرنا فرحتنا عمرها ما تنقص مهما واش صرا. احنا ديما نخمو للقدام بلا ما ننساو منين بدينا واللي تربينا عليه من صغرنا. حتى ولينا شاطرين وديما نفتخروا بشطارتنا، نجربوا نعاودوا حتى نتعلم، وما نكونوش دي سالجيريان تاع الصح بلا لمتنا العزيزه. خلينا نعيشوا كل لحظة مع أحبابنا ونخليوا ليطاش على أومو. أومو، عيشها كيما تحب. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كان بيبي. لكل طفل كان بيبي. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أويكوس، أفضل وصفة لدانون في العالم. باش نعيشوا كل لحظة مع أحبابنا ونخليوا ليطاش على أومو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أومو. أومو، عيشها كما تحب. مع جيزي ليجند استفيدوا من 100 جيجا انترنت واستمتعوا بسهراتكم الرمضانية.
تصنطح وهتصنطح وين يوصل. علي تخف يا عزيز طوقة، شارك باقي عنده انطق، شارك باقي عنده. وين خبيت التواصل؟ ما عنديش. ما عنديش. أنا أقول لك انطق انطق وين خبيت التواصل. يا واحد الخامس عزيز طوقار كبير علينا وكبير على اللي جابوه. العب غير في الحومه، دير باكوريا عندك وخمم مليح قبل ما تلعب مع زياده، فهم؟ يا المر غادي تكون تلعب ما تضعف شيء يموت. حبيب موت يموت سياسه ما كلتش معاه. حسيت القاتل جاي. اروح وحلو حلو له رباط علي. حسين أي هذه سوفونير من عند طوقة. بص عليك، خلوا لك حاجة تفكر عنها. شوف أختي الخل عمرو اطلقني اطلقني. ويا لا 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 سلام حضرات. سلام حضرات. من الليه درتو نهار ها دورون ديفو ما قدرتوش تجيو في الوقت، تحوسوا ديروا قضيه على بالي برك غضبان علينا. بصح والله العظيم احنا الخدمه تاعنا خدمناها، كنا نتبعوا في لابروسيدور، نتبعوا فيه من البعيد. تبعوا فيه من بعيد، المور كان قادر يموت وانتي مزلتي تعدي وديليفين ميم ديسك، نتبعوا فيه من بعيد وما غلطتيش. راكي غلطتي، ما كناش عارفين راح يتعدى عليه حضارات. انا كي لحقت كان عيسى ديجا داخل في لافيلا، تسمى لوطون يروح نسمع، سمعت الزقا والضرب، رجعت للوطو باش نرفد السلاح ونبريفني لي كوليك، لقينا عيسى ديجا قلع ولي كوليك لحقوا. سي نورمال يلحقوا لي كوليك باسكو عيسى هو اللي عيط لنا في التليفون خبرنا. هذه ما على بالكش بها انت، كون خدمتو خدمتكم ما نوصلش نهضر هضره كيما هذه. حضرات انا تبالي نجيبوا عيسى الزياني بالجرم المشهود وهي فرات. اه الهضره هذه اللي دائما تتعاود دائما تتعاود. فرات وين فرات؟ وين راك تشوفيها فرات؟ هي ما فراتش. حضارات معليش، عيسى زياني كون بالو يلحق للموت، كون راو قتلو في لا بروميير اوكازيون اللي كان معاه. بصح انتبه، راك شفت باللي الحرق هذاك اللي على يدو على دراع عيسى هو كيف كيف اللي في دراع المار، تسمى حكايه انتقام شخصي، حب يخلفها له. هذا ما كان وزاد كي حكمه دا منه معلومات. انا يا من رايي نكملوا نتبعوا في عيسى كيما رانا ملاح، بشويه بشويه يلحقنا العزيز طوقار. انت اللي راكي تقولي رانا ملاح، انا نقول لك ماناش ملاح. مادام مازلنا نهضروا في هضره كيما هذه ماناش ملاح ديتو، سواء قادرين على القضيه ما كنتش قادرين نسحبوا ونكلم بها ناس اخرين. معليش حضرات، حنا نكملوا نتبعوا عيسى، كل ما عيسى كل ما نطيحوا في هذا المار، ما كناش ميم با سامعين به، ما نعرفوش ميم با، ما عندنا حتى معلومه عليه، وكل ما هو كل ما نطيحوا في المهرويسات هذوك اللي عنده في الدار. شوف مانيش رايح نزيد نعاودكم التعليمات من وجدي، خدمتكم وتعرفوها، فهمتوني؟ خدمتكم تعرفوها. انا نحب تقرير مفصل على اي حركه في كل ساعه في كل دقيقه تلحقني، اي حاجه رايحين ديروها تقولوا، ماكمش رايحين ديروها تقولوا، فهمتوا؟ ما كانش حاجه ديروها وانا ما على باليش. صح اتفقنا في هذه؟ اتفقنا. يلا راني نعيط لكم. اي
بلع الباب. راك تفتشي لي في صالحي ما تشوبني تعمل هذا. رد عليا قول لي واش من دار سرقت؟ انا نسرق ما جاوبني قول لي تعمل هذا الدراهم منين جاو؟ هودينا عن الشيطان. انا عييت عييت من الكذب تاعك، عييت وانا موراك. يا ما توسلت لك يا ما يا ولدي زبست لك يديك كل غريانة صغيرة. ما تحاولش تتبع المشاكل انت، لا لا تموت على المشاكل. ما كفاكش واش صرا لك؟ ما كفاكش واش صرا فينا على جالك؟ ما نرقدش الليالي مرمتنا قسمت لي ظهري تبع في المشاكل. خلاص انا عييت عييت مانيش امك. هنقول لك مانيش امك. مزيش تقول لي امه حتى تقول لي منين جبت هذا المال، منين جاو هذا السوار ده. هادو دراهمي وزيد تكذب. ها قلت لك انا عييت من الكذب، عييت ما رانيش نرقد الليل. ماذا بيا الريح هودينا على الشيطان بعد على المشاكل. لا لا تموت على المشاكل. شوف ما راني امك، ما نعرفك وما تزيدش تقول امه حتى تقول لي. صفي روحك صفي وقول لي راك قسمت لي ظهري مرتين يا ولدي. ماشي مره مرتين حتقتلني بعد. ما راني خارجه ما تستنونيش الفطور اليوم. ما توليش الا بغيتي روحي. الغدا ما كاش ما كان والو. ادخلي ادخلي ها كيف كيف هو حاكم لي المشاكل وانت رايح لي للجريده تهضري في الهضره اللي يوصلوك للحبس. ها رحموني يا ولادي ولدكم ولا ماشي ولادي. يما والله العظيم لك انت مانيش امك. خلوني نحط راسي على المخده كيما انا كيما الناس كيما انا كيما الناس. ما تجيبوليش الخلايا بركاني. روحي 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 للجريده روحي خلقي المشا. ما تهضريش اخرجي اخرجي عليا وما توليش اخرجي. انت ما زيش نشوفك انا هزلي هذا روح اختيني ديها معك اختيني. سمع انا رايي مشي راي غير انت اللي عندك الصواب وغير انت اللي عندك الحق وغير انت اللي تعرفي كل شيء. انا ما نعرف والو. ما راهيش حكايه تكون عنده الحق وما عندوش الحق. شكون راهو في الصواب انا ولا انت؟ ما راناش دراري هنا. نقول لك حاجه مهدي، اذا بانت لك هاد الحكايه هاد لافير هاد لا ميسيون ما فيها حتى فايده دير طلب اعفاء. سهله مهله نشوفوا مع الشيف يشوف واحد يرون بلاستيك. هذا ما كان هذا ما كان ما بقاش خليك وحدك. كيفاش هذا ما تخلينيش وحدي؟ قل لي راك مخلطها شويه ما بين بروفيسيونيل والبيرسونيل. ماني مخلطها ما والو. ما بقاش نخليك وحدك مع هاد الناس. واش داروا لك هاد الناس؟ تعرفهم انت هاد الناس؟ انا هاد الناس نعرفهم معاشرتهم ناس ملاح ما شفت منهم غير الخير. يخافوا على بعض يحنوا على بعض يحبوا بعض. دخلوني لدارهم تقول وحده منهم. انا تبلي راه عاجبك الحال ام عاجبينك لاباس الله يبارك. زيدي زيدي شارع عاجبك تاني عندهم. ما نزيد ما نقص ماذا بيك الموضوع هذا يحبس هنا. انا عيانه من البارح ما ريحت ما لسلت بلي. لا انا راني مريح ورقت غايه ونط حتى 12 على بالك. لا راني غايه مانيش خدام انا يا راني كونجي. على بالك ما نال بلي انا تاني مازال ما رقتش. خلاص قص علينا هذا الموضوع. مهم منال انت راكي عيانه بغيت روحي تروبوزي ترقدي وكي تنوضي عيطيلي. نروح نريح ونروبوزي عند بالك. انا فارغه شغل كيما انت نعس الطالع والهابط. انا عندي حانوت شادتو وعندي القماش لازم يتباع. عندي خدامه على شري
الله يعاونك. شو باين نوصلك على حاجة. تهلي لي بزاف في روحك. تهلا فينا يا رب. خالتي زهرة. حلي خالتي زهرة، أنا عيسى. روح مين جيت خالتك أنا؟ روح روح مين جيت. حمبوك حلي خالتي، عندي هضرة معك. انت ما تحشمش جاي هنا للدار وتقول لي خالتي؟ كاع اللي صام تحت راسك. هيا روح علينا، ما تعاودش تولي لهنا. جيت نقول لك برك اللي كان السبب في الموت تاع مراد ربي يرحمه ده حقه. السبب في موت ولدي انت اللي قتلته. حسبت روحك حاجة كبيرة، حمرت له راسه، دخلته في مشاكل كبيرة، وجاي تقول لي على بالي مراد وين راه؟ ولدي راه تحت التراب. إذا نسيت أنا نفكر تراك واقف هنا قدامي كلب خي، كل ليلة تبات تحت أمك معنقاتك وتشم في روايحك، نبات معنقة حوايج ولدي معمرين دم ودمعتي على خدي، روح ما تزيدش تدور بينا. ولدي الله يرحمه هو السبب. روح شكا يا امو يحلى يردك، ما تجيش تدور بينا برحمة الوالدين. استنى عيسى استنى. استنى وين استنى؟ ما تجيش تدور به، خطيني ولدي. خليني غير نفهمك ما حنبوك والله، خليني غير نفهمك. شفت لك ربي ما تجيش تدور به. خلاص ادخل ولدي، ادخل 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 ادخل. عيسى روح صاحبي روح. الله شو حك صاحبيك وتبدا تزعف. زهرة كيما امك ما باش تنسى الله غالب. زعفان عليها والله، راني زعفان عليها. نعرف صاحبي راجل ما هي تنفهمها، ما باش تنسى الله غالب. كون جيت في بلاصتها بالك وراني درت كثر والله ماني زعفان عليها. راه في بلاصه امي انت تاع الغايه. لاباس راه دخل ما تزعفهاش صاحبي. راه راني غايه والله. تولفت شويه تخممش عليا والله، تخممش عليا. أني فرحان بك. قالوا لي بلي ترك ريداكتور اون شيف تاع الجورنال. بصحك عارف ما لقيتهاش بالسهل. على بالي وعرف. على بالي. أنت خدام تري سيريو. فرح مهمتك. قبل خدمتك. أني عارف شنو صاري في الجورنال. عم يكتبوا على عزيز وباغي يشري لي زارتيكل. ما تخش في هاد المشاكل حمبوك. خليك بعيد عليهم. هيا. أول فرح ميمتك مازال ما تزوج إن شاء الله. زهرة كاع شعيرتك تخمف فيها نتزوج لها مازال. علاش معليش ميمتي راني موالفة. إن شاء الله إن شاء الله. عيسى الله اللي في روحك صاحبي. مرحبا تلاقاو غادي نحكي معها نشوفها شوية. ما تحكي معها والو، ما تزيد تقولها والو، خليها خليها. الله فرح. أهلا. لم لباس أنا. الحمد لله. صح لباس. الحمد لله. ما حلتش الحانوت يا أخي. الصباح أنا طلعت من تما شط الحامي بلع. مانيش عارفها. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. أحلى. لباس.
ها الصباح جيت لقيت الحانوت ما هوش مفتوح، ها تقلقت عليك. هاي هاي خليك ترتاح، ديتها الرقدة البارحة تعبت. صحيح تعبت المخلوق، الله يكون في عونها. امين امين. هاي سلامة 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 رجع الحمد سلامة. هاي سلامة 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 سلامة، الله يهنيك. امين امين. هذه غيبة واكش تبان. يا مسعود نطوايهم شوية. مسعود كي لهذاك يا عادتك ما تبدلش. مسعود قلت لك نقيهم تلبس له الشابو خلاص. ومن بعد هيا تهلا. شوف فيا شوف فيا، تبدا تقول حيوان. شحال من خطره قلت لك ما تخليش حتى واحد يجي يشوفك كي تجي عندي. باش الشمو والله العظيم كان شافني قرك ميت ميت. اسمع مالك مالك ما عندك وين تروح؟ شوف فيا ما عندك وين تروح من اليوم من اليوم. ديرها في راسك والله العظيم ما تجيش تخرج منا، فهمت؟ ارواح سعود ارواح ارواح هنا أرواح أرواح العمية يا بابارتيو. هيا مت هاو تدر الغلطة. شوف دراهم هادو بزاف، كنت تربحني تديهم وتروح لدارك. هيا كنت تربحني. مين انت ما تعرفش تلعب مليح نعطيك البويض انت تبدا. هيا هاك جبت لك الارتيكل. سيفيلا هاكا هاكا تفضل. قولي صباح الخير قولي مساء الخير تبسمي. سيفيلا مازالك مقلقة؟ أنا على الشيطان. لا معليش ما عنديش الوقت، جيت غير باش نمد لك الارتيكل ونروح. رجعتيه هيك كيما قلت لك قريتيه؟ واه نورمالمون كيما قلت لي. غادي نقراه ونعطيك رأي صحيح؟ معليش انا نروح ويلكش ما بان ولا عيط لي صحه قال خير. حبسي شكين. تلقيت عيسى اليوم؟ وين وين تلقيتها؟ في باريس. تلقيتها في الحومه، جا لعندي للدار وجاي طبطب راكي عارفه وما حلت الباب قلت لها شكون اللي جا؟ قالت لي لا غير غلطوا. هي فهمتها ما بغاش نكثر مع الهضره. عيسى لو كان سمع برايي ما يجيش كاع لداركم. في راسها عيسى خويا هو اللي كان سبب في موت خوك مولاد. ما معذوره سهيله قلت
قتلوا له ولدها. ولدها هذا كان خويا على مكان. حتى انت مع دور انا عارفه غايه لغولاسيون تاعك مع امك. شكي باغيه نجيب مره واخد اخرى وتولي هي امه؟ ما نقدرش نربح دعوه الشريك على بالك. بس نقولك حاجه، انا نقنعها، انا غادي نفهمها كلش على جالك، مع الوقت تفهم كلش. صاي انا ما قلت لك دير حتى حاجه على جال امك، وما راني نتسنى فيك دير حتى حاجه. صح تجي علاش دير؟ كش ما كاينه حاجه بيناتنا ديرها؟ انت ما دير وانا ما ندير، نخدموا مع بعض وصاي تحبس غيرنا. سويلة نبغيك. جاب لي ربي ما نهضروش بزاف على هذا السوجي على خاطر ما غادي يدير والو، ما غادي يزيد ما غادي ينقص. انا نروح ولكش ما بان على الارتيكل ولا على الخدمه عيط لي. صح صح تهلا في روحك. على بالك مسعود بلي انا كاع هادشي اللي صرالي تخيلته؟ بصح عمري ما تخيلت نكمل حياتي معاك انت وحدي. شوف والله يرحمه، خطرة الاولى كي شافني في الجرنال مع وزير انا كنت خاسب. اي كنت داير صايع حصلت لي. عاد نحكي لك في حياتي مالك. قلت لك انا كنت باغي زعما يفرح بيا. تعرف شنو قال لي؟ قال لي في هذه الدنيا وفي هذه البلاد يا دير دراهم يا دير سياسه. اي انا ما تسويتش رايح اصي خشين، درت غير اللي بغي راسي. مليحة مليحة. شوف علمتك وحصلت فيك. اسمع راك تقرا في ليبريات تاع لي زيشيك ولا كيفاه؟ كيما نكون هنا تكون تلعب روحك. العب العب. واش ما علام البلاد في يده. شوف علام البلاد ها الرجال هذا هو عميل عبد الليم. هاي هذا هو اللي قلت لي دير فيتنام. هاي او مرته فيتناميه. هاي هاي شوف شكون مسيني فيها. شوف هاي مرته فيتناميه. شوف 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 لا فيش كومينال تاع. شوف شكون مسينيها. شوف مانيش عارف واش صفحه الحاج. انا عم نقطعكم معليش تشوف معايا، حبيت نديك معايا الستوك نشوف واحد القماش بالك هذيك تاني حاب ندير فيه صالي. جيت تشوف معايا. الله يبارك. هاك تعي سولدي هاك. صح صح. واه واه شايف العفسه تاعك هذه. ها حصلة. بصحتك بصحتك عادي ما نقول دنيا كي ولد. شوف دير زعما في نيتك باللي راك رابح. وارك كوار. واش احلام توحشتك. كيف هذا توحشتني يا الحاج؟ واش بيك ما تحشمش دك على عرضك الحاج؟ هيا سيدي خويا الهواري
ما تحشمش درك، تبقى كل مرة تجي عندي تقلقني هكا، والله ما ديما شي خدمة. أم الحاج ولينا في خويا. ويلي كاش ما سحق حاجة نجيب لك؟ ما سحقيت حتى حاجة يا سي الهواري، كتر خيرك. ما الحاج ولينا في الهواري. هيا شا خصك درك؟ شوفي راني خمنت فيك العفسة تاع الصولد، قلت أنا تجي عندي للحانوت وتشوفي السلعة. أنا يا الصولد نعرف نديرو في القماش، أنا ما نعرفش نبيع القنادر تاع العرس تاعك. ما كنتيش هاك تبدلتي بزاف. كيفاش؟ كنتي مين تشوفيني تضحكي وتكوني مع الحاجة رابح مغمومة، مين تشوفيني طيري بالفرحة. يا الهواري ما تروحش تخطيني، من الصباح وانت تقرقش فيا، نهار كامل وانت داخل خارج عليا هنا في الحانوت. ايا روح قابل الحانوت وخليني ترونكيل. علاه ما تجيش عندي؟ اللي كان يعطيه لك رابح انا نعطيه لك بالدوبل. تولي انت هي المعلمه، انت هي. كتر خيرك والله كتر خيرك، بصح انا راني مليح عند الحاجه رابح. هيا دير فيا مزيه درك، روح قابل حانوتك، روح اخدم خدمتك وخليني ترونكيل. اش ولا كي تزعفي لي، ولا راك تزعفي لي. وين نروح؟ هاشا راني رايح، ها راني رايح. ولا كاش ما استحقيتي حاجة راني في الحانوت. هيا ربي سهل عليك. الحزت بعد الكمانة قولها ما راكش محتاج. على بالو بلي راه ما راكش محتاج، بصح هو يفرح يحس روحو بلي يعاون فيك. جيبها. أحلام علاش لغيتي الحاج بلا دخلتي الحانوت؟ حسيتك مديرونجي كي جا صاحبك، وانا ما نحبش نشوف الحاج مقلق. داك صح، ثم تاك تبدلي عليه شويه، راني حاسب لي راني غابنهم. كما راك غابنهم ما والو، والله نحسو فرحان بزاف كي يكون معاك، وكي تسمع له حكايه تاع زمان كامل وتساعد فيه يكون ميت بالسعاده. الله يفرح الحاج، يبغى يحكي لي علاش هادر مع صحابه. وانت واش راكني بدير مع صحابك؟ ما تفهمنيش غلط عيسى، انا تاني راني وحدانيه ما عنديش مع من نحكي. حس روحك اليز معايا، احكي لي واش تحب. سلك راه في بير كان لا سر لا والو. كاين واحد السيد عندي حساب معاه اللي غلا يخلص، هما ماهمش باغيين يفهموا بلي هاد الحاجه في وجهي. هما راهم حابين تكون مهني وفرحان، هذا ما كان. هي فيها 5 سنين حبس وصاحب ميت، كي باغي هاد السيد يود بالحساب. احكي لي الحاجه لحكايه طوكار. شوفي نسقسيك بالك غير انا راهي تبان لي. هاد السيد بعت لي جماعه يضربوني بغاو يقتلوني، ما ماتش، صرا اكسيدون، كانوا باغيني انا نموت، مات صاحبي ما ماتش انا. وهذا عزيز طوكار كاع صحابه حكمهم غير هو مازال هارب، وانا كنت في الحبس ما كنتش غادي نخرج. خرجت لاليست على لاكراس انا ما كنتش فيها، دقيقه تانية خرجوني. كي تبالك بالك يكون دعاوي الخير تاع الحاجه تبت تدعي لك، ولا بالك هذا عزيز طوكار ربي راه كتب لها الطيحه تكون على يدي. بصح علاش ما تخرجوش من راسك؟ نساه وعيش ترونكيل. ما نقدرش ننساه، راني عايش بيه كيما راني عايش بهاتي. الله لا تربحوا هذا، ولا كون جاي تحلى بين يدي والله العظيم نفرجك فيه. احكي لي شديري له.
كون على بالك وين راه والله خير قول لي. شوف نحكمو نمرمدو ندبلوشو. شوف اللحمو هذيك ناكلها قديت حاجه اللي تحكي كما بين يديا نحكمها ونضربو نضربو نضربو حتى تات وتقولي صاي صاي حبسي بالك سي بون سي بون خلاص خليه ترونكيل. علاه كحاك؟ على خاطرك وعلى خاطر هو خامج ومسخ وكذاب وسراق وعلى خاطر رغب خالتي فاطمه والحاج ومرمدهم. اي صح تعالي نلقى عندك تشوفي. زعما صح كلمه كلمه بصح ما تخافش المره يقتلك. انا نخاف قلت لي غادي نروح معاك. لا عند بالك صح انا في الحق في الحق خيالي نخاف منه والله العظيم. صح واحد كيما هذا طوغار رفض دراهم وقلع محال يكون في البلاد ولا لا؟ راح يريحي صح. تسمى بشي اسبيون؟ باش تكون لجند لازم تخلي بصمة. باش تخلي بصمة لازم تولي مشهور. باش تولي مشهور لازم يكون عندك بزاف انترنت. باش يكون عندك بزاف انترنت لازم يكون عندك عرض أسطوري. العرض الأسطوري هو جيزي لجند. ب 2500 دينار استفاد من 100 جيجا انترنت ومكالمات غير محدودة نحو جميع شبكات النقال والتابع في ذو. مع جيزي لجند انت هو الأسطورة. كي تكوني صغيرة قاع يحبوا يلعبوا معاك بصح انتي حابة تلعبي غير بهاد الجوي. دوك تبدأ المغامرة وقيلة رايحة بترفتك فوالا لعبيها راقدة. روحي حاجة ما تحبسك راكي قريب تلحقي. ماشي وقتها زيا كاين كان بيبي الحفاضات الوحيدة بتكنولوجية ليكلوك توفر حواجز أمامية وخلفية مانعة للتسرب لتضمن حماية إضافية ضد التسربات. هكذا راحتك مضمونة وعائلتك مهنية. لكل طفل كان بيبي. اليونان صنعوا أحسن ياوغت في العالم. أكثر من مجرد ياوغت قوام كريمي وناعم ما كانش كما هو.
اكتشفوا أويكوس الجديد، الوصفة اليونانية لدانون بنعومته الفريدة من نوعها، على طبقة من الفواكه اللذيذة للحظة متعة تستبنها وتشاركها. أويكوس، أفضل وصفة لدانون في العالم. اكتشفوا الآن أويكوس الجديد بقطع اللوز، نعومة وحدها وبنة ما كاش كما هي. احنا لزالجيريا مصغرنا طموحين، بإرادتنا نبنوا مستقبلنا، نطيحوا نوقفوا عشان دايما نوقفوا، هكذا كبرنا، فرحتنا عمرها ما تنقص مهما واش صرا. احنا ديما نخمو للقدام بلا ما ننساو منين بدينا واللي تربينا عليه من صغرنا. حتى ولينا شاطرين وديما نفتخروا بشطارتنا، نجربوا نعاودوا حتى نتعلموا، وما نكونوش دي سالجيريان تاع الصح بلا لمتنا العزيزة. خلينا نعيشوا كل لحظة مع أحبابنا ونخليوا ليطاش على أومو. أومو، عيشها كيما تحب. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كان بيبي. لكل طفل كان بيبي. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أويكوس، أفضل وصفة لدانون في العالم. باش نعيشوا كل لحظة مع أحبابنا ونخليوا ليطاش على أومو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أومو. أومو، عيشها كيما تحب. مع جيسي ليجن استفيدوا من 100 جيجا انترنت واستمتعوا بسهراتكم الرمضانيه.